في الفقره دي اسمها فقره الصراحه. هتجاوبني على كل اسئله هسالها لك بكل صراحه. تمام. بصراحه لو تعرض عليك ترجع النادي الاهلي تاني برقم اقل بكتير من اللي انت بتاخده هتوافق؟ لو ببلاش والله. والله لو ببلاش. بصراحه والله العظيم هيتاخد عليك. انا بقول لك والله العظيم لو ببلاش الواحد نفسه يرجع يختم حياته في النادي الاهلي طبعا. والله لو واخد ولا جنيه. ولا جنيه. والله العظيم ولا جنيه. بصراحه موقف اثر فيك بشكل سلبي جدا. ما زي ما بقول لك اللي هو الاولمبيات انا ما لعبتش الاولمبيات. هو كلها حاجات جوه الكوره ما فيش موقف بره الكوره. بره الكوره يعني موقف اثر عليا بشكل سلبي جدا. بره الكوره ما اصل انا بص حياتي كلها كوره. حياتك كلها كوره وكل لعيبه كده بس اكيد برضو في حياه تانية. والله ما فيش يعني الحمد لله حياتي بره الكوره. طيب الحمد لله. خلينا نتكلم في الكوره بصراحه. حاجه ما حدش يعرفها عنك خالص وهتقولها النهارده. المشكله انا ما بعرفش اخبي حاجه والله. صريح يعني جدا كده مع كل الناس جدا. والله ما بعرفش. بس اكيد في حاجه والله خالص يعني. خالص انا بصي صريح كل يعني. الناس عارفه عنك كل حاجه. انا بصي لو انا من نوعيه الناس لو خبيت حاجه ما بعرفش بيبان عليا. فانا حتى كده يعني عارفه انت في ناس مثلا بيبقى في البيت في الحياه الاسريه عادي في حاجات بيبقى مراته ما يعرفهاش لكنها لا والله خالص بيبقى حياتك كتاب مفتوح يعني. حياتي مفتوحه بالظبط لان ما فيش حاجه خبيها يعني ما فيش حاجه ما بعملش حاجه غلط ما فيش حاجه خبيها. طب زمان نرجع لزمان اكيد لزمان. كان في حاجات زمان زمان ممكن كنت بسهر مع اصحابي شويه يعني كنت بتاخر بسهر شويه ده اللي ممكن كان يعني كان غلط في وقت ان انا كنت يعني بلعب في النادي الاهلي مش بسهر مش بروح اماكن لا انا قصدي أيوة بقعد في وقت اطول يعني بتنام متاخر يعني بنام متاخر وانا بطبيعتي اصلا ما بنامش متاخر بس كان في ساعات كده عارفه انت الشهره والبتاع والكلام ده كله شويه كانت خدت من الواحد شويه يعني بس لما الواحد الحمد لله اتجوز والكلام ده كله طبعا وانا يعني انا اصريت ان الواحد يتجوز صغير عشان يبعد عن حاجات كتير غلط يعني مسؤوليه بدري بالظبط بالظبط مسؤوليه ويبقى الواحد يتقي ربنا في اكل عيشه والكلام ده كله فكان من ضمن الحاجات الواحد يتجوز صغير عشان تحافظي على اطول تعرف حياه اللاعب قصيره في الملاعب يعني فالواحد على قد ما يقدر يحاول يعني يحافظ على نفسه كام سنه وهو يلعبهم يعني. كابتن احمد شكري انت قلت انك اهلاوي جدا بعيدا عن الكوره اهلاوي جدا كنت طبعا. بتروح كمان المدرجات تشجع فريق النادي الاهلي طبعا. هل كنت تتوقع بقى انك تلعب في يوم من الايام في النادي الاهلي؟ انا بصي والله انا ده حلم تمام يعني ان انا وكنت حاطط هدف قدامي ان انا ان شاء الله هلعب في يوم من الايام بس طبعا ان هو يتحقق ما يتحققش ده في علم ربنا يعني بس انا لا كنت بروح فعلا مدرجات وبشجع وكل حاجه وكنت وانا قاعد كده عارفه ان الواحد بيسرح اللي هو في يوم من الايام الواحد هيلعب ويبقى في الملعب والناس بتتفرج عليه والكلام ده كله فكان حلمي بالنسبه لي وانا حطيت هدف قدامي وتعبت كتير من وانا صغير لحد ما وصلت الحمد لله بس ما كنتش متوقع ان ده يحصل لا كنت حاسس ان يعني ما كنت حاسس انه هيحصل بس يعني كنت مركز جدا وبص ما كانش ورايا حاجه في حياتي غير اللي هو الكوره من وانا صغير اصلا عامه يعني والدتي طبعا بتحكي لي من وانا صغير لما كنت بلعب مع اصحابي في الشارع واخسر كنت بروح البيت واقعد اعيط فالحد ده فضلت معايا كده حتى في الناشئين فانت عارفه النادي الاهلي برضو كنا بنتعادل ماتش برجع البيت مش عايز اقول لك يعني هيسيبوا البيت ويمشي والله من كتر فعلا اللي هو هيشوفه نكد مش طبيعي فكنت مثلا لما بلعب وحش او بنخسر او بنتعادل كان بيبقى يوم صعب جدا ما بقاش طايق اشوف حد في البيت يعني فده الواحد اتربى على كده يعني بصراحه لو لعيب معاك في الفريق عرفت انه بيتكلم عليك من ورا ظهرك هتروح تواجهه ولا كأن حاجة حصلت؟ ولا كأن حاجة حصلت وده بيحصل عمري ما ببقى عارف ان واحد ممكن يتكلم بس ما بصي لان انا الحمد لله ما بجيب سيرة حد انت فاهم قصدي فخلاص عايز تجيب انت سيرتي او تتكلم عليها بطريقة وحشة ما مش مشكلة اهم حاجة الناس كلها عارفة ان انت ايه فما عمري لا عمري ما راح اقول لواحد انت قلت عليا ولا بتاع خلاص بعمل بتجنبه خالص وبعمل نفسي مش شايفه بس لكن ما اروحش اواجه حد يعني لا مشاهدينا رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع نجم الاهلي سابق كابتن احمد شكري هنكمل بقى فقره الصراحه بصراحه هل في حد عايز تقول له انا اسف في الكوره يعني لا في الكوره ولا بره الكوره والله مش ما فيش عشان انا الحمد لله ما بغلطش في حد فما فيش حد لا ما غلطتش في حد عشان اقول له اسف يعني بصراحه عيطت من موقف قبل كده وانت قاعد لوحدك من موقف قبل كده وانا قاعد لوحدي
اكيد اكيد في حاجه يمكن في افتكرت صح. هي زي ما بقول لك اللي هو يوم ما مشيت من النادي الاهلي كان زي ما بقول لك نفسي عشان اروح العب، بس لما قررت اتقال يمكن قعدت يومين ما نمتش يعني، والواحد ساب عليه نفسه يعني. اثرت جامد. جامد قعدت والله يومين ما بنامش يعني، مش متخيل الموقف يعني ان انت حياتك كلها يعني. انا كنت عايز كده يعني، عايز العب وكده، بس لما الموقف اتعمل لا اتاثرت جامد يعني. بصراحه كتبت كومنت قبل كده ومسحته او حطيت صوره ومسحتها؟ كومنت لا، ممكن تنزلي صوره فاحس انها مش حلوه بشيلها يعني، لكن مش كومنت. كومنت لا، ما حصلش. لا لا لا، حد كتب لك كومنت ومسحته؟ حد كتب لي وانا مسحته. في عملت بلوك، مش ما بلوك على طول. انا لما حد انا من والله لما حد بيغلط فيا بريح دماغي، مش برد، ببلوك البلوك ورايح دماغي يعني. بس مين اول حد هتكلمه وانت متضايق؟ اخويا او مهدي سليمان يعني، واحد من الاثنين. اكتر اكله بتحبها؟ زي ما قلت لك المحشي وحمام. مكان بتحب تروح تقعد فيه علشان تفصل وكام حد بس اللي يعرفه؟ مفيش، هو الساحل الشمالي يعني، هو اكتر مكان بحب اروح كده ببسط فيه يعني. تحب تسهر بره مع صحابك ولا تقعد تتفرج على فيلم في البيت؟ على حسب، لو عندي اجازه واجازه مفتوحه بسهر طبعا مع اصحابي وكده، اللي هو زي الصيف والكلام ده كله. لكن لو بتاع ممكن لا فيلم، ممكن لو الايام العاديه ممكن اقعد في البيت، وزي ما بقول لك بحب اقعد في البيت، ما بحبش اخرج كتير يعني، فاقعد في البيت واتفرج على فيلم. ريال مدريد ولا برشلونه؟ لا ريال مدريد. من وجهه نظرك المدرب الوطني ولا المدرب الاجنبي؟ على حسب، في مدرب مدير فني مصري يعني بيبقى كويس طبعا، زي ما قلت لك اسماء كتير كويسه، وفي مدير فني اجنبي برضه زي ما في حلو وفي وحش، بس انا عن نفسي احب اتعامل مع المدير الفني الاجنبي اكتر يعني، لان زي ما بقول لك ما عندوش حته العاطفه شويه، الكويس بيلعب اللي بيأدي بيلعب، لكن المدرب المصري ساعات بيبقى عنده عاطفه شويه. لون عمرك في حياتك ما هتلبسه؟ لون عمري ما البسه ممكن الموف. الموف مش تلبسه. لو هتفتح محل اكل هيكون ايه؟ مشويات. ليه؟ ده حفاظ على الجسم يعني؟ لا انا بحب عامه لما بحب اكل باكل مشويات يعني، فلو احب افتح هيبقى محل مشويات يعني. نورتني يا كابتن، انا مبسوطه جدا جدا انك كنت معايا النهارده. انا والله مبسوط اكتر، وان شاء الله تعجب الناس ان شاء الله في رمضان كده، ويبقى رمضان كريم كده على الامه الاسلاميه جميعا ان شاء الله. حاجه بقى تقولها للجماهير في الاخر؟ طبعا بشكرهم طبعا على طول الفتره انا كنت موجود في النادي الاهلي وحتى بعد ما مشيت، وطبعا هيفضل النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اعظم حاجه في مصر يعني. مشاهدينا وصلنا لاخر حلقتنا مع نجم الاهلي السابق كابتن احمد شكري، اشوفكم في حلقه جديده مع نجم اهلاوي جديد.